أبنائي أسعد الله صباحكم أو مساءكم أينما كنتم. هنبتدي النهاردة المحاضرة الأولى في الـ CNS Sensory، وقبل ما نبتدي كما وعدنا فإن إحنا هنبتدي بحل أسئلة الـ Multiple Choice Question اللي حطيتها لكم على صفحتي. فهنشوف الأسئلة، وعلى فكرة أنا حطيت لكم كمان الدياجرامز اللي هنستخدمها كل مرة، اللي يحب يبقى يجهزها يعني يصورها عشان يركز اكتر معايا في الشرح هيبقى موضوع الطف شويه، فحاولوا يعني تعملوا كده، ده ربما يبقى افضل شويه انكم تحاولوا تعملوا الحكايه دي. طيب نبتدي السؤال الاول، فبيقول لنا الاتي. السؤال الاول كان بنقول يا شباب ان الكورتيزول all are correct except، طبعا except ان هو it's mostly bound to albumin، هما معظم الاستيرويد هرمونز بيبقوا bound to globulins، اللي bound to albumin هو قلنا الفيميل سكس هرمونز. فيبقى اجابة السؤال الاول C like cat. السؤال الثاني باراثرمون برضو all are correct except، فإجابة السؤال اللي غلط وبالتالي هي اللي صح C إن هو is under the control of anterior pituitary، طبعا باراثرمون is not under the control of anterior pituitary. السؤال الثالث regarding الهرمون receptors، بالنسبة للهرمون receptors ف they are activated only when bind to hormones، لأنه قلنا أن الريسبتور inactive الهرمون inactive، إنما لما الاثنين بيمسكوا بعض complex هو ده اللي بيبقى active. يبقى الإجابة في هذه الحالة هو B like baby. السؤال الرابع regarding the hypothalamus all are correct except، اللي خطأ في هذه الحالة إنه It's connected to posterior pituitary via portal circulation. لا هي عن طريق hypothalamo hypophysial tract nervous. Not portal circulation ده مع anterior pituitary. يبقى C like cat. سؤال أخير يا شباب. Regarding the characters of hormones, all are correct except إن هما they act as second messengers. لأن كل الهرمونات بتشتغل as first messenger. مش second messenger. فيبقى عليه نقول تاني الإجابات يا شباب. فالسؤال الأول الإجابة الصحيحة هتبقى D for daddy. السؤال الثاني الإجابة الصحيحة هتبقى C for cat. السؤال الثالث الإجابة الصحيحة هتبقى هي C، وقال اختار هنا لأسف regarding the hormone receptor اختار الإجابة الصحيحة هنشوفها. الإجابة الصحيحة هتبقى they are activated only when bind to hormones B like baby. السؤال الرابع regarding hypothalamus قال اختار الإجابة الخطأ فإن هي C it's connected to posterior pituitary عن طريق portal circulation ده خطأ. السؤال الخامس قال اختار regarding the characters of hormones all are correct except ان هو second messenger A for alpha. ده الاجابات الاسئله يا شباب، ونبتدئ مع بعض المحاضره الاولى في الـ CNS. طبعا انا برضه عايز اتفق معاكم على شويه حاجات كنت كتبتها قبل كده، ان احنا هنمشي اسرع شويه عشان عاوزين ننجز، وانا هشرح شرح وافي كويس جدا بس لمرة واحدة، مش هكرر زي ما عملت في المحاضرة الاولى. طبعا ستيل انت عندك فرصة انك تسمع تاني، لانك انت ممكن تعيد الفيديو مرة اخرى وتسمع مرة اخرى. وانا اعرف حتى من كثير من الزملاء ان بيقولوا لي ان هم بيقعدوا يذكروها ويسمعوها كويس قوي في مرة، وقصاد الورق بيكتب زي ما قلنا حاجتين معاني الكلمات، بيكتب السؤال ده multiple choice، ده شفوي، ده نظري مهم او مهم اسألف. وبيقول لي ان احنا كان بعضهم بيقولوا لي هنا ان احنا بالليل والواحد بيبقى تعب بيقعد كده يسترخي
وخلاص ما قصدوش ورقه ولا حاجه، ما هو شايف الرسم وعرفه وكتب الاسئله، يسمعها مره تاني. بيقول لي سربرايزنج بنطلع اولموست حافظينها كويس قوي قوي، خصوصا بيسمع نفس الكلام مره تاني. فنتوكل على الله ونبتدئ المحاضره في السي ان اس اللي هو السنسوري. طيب الصفحه الاولانيه دي يا شباب هي عباره عن ان كلها اسئله مالتيبل تشويس، فنتوكل على الله ونبتدئ الخطوه الاولى في رحله الالف ميل في السنسوري سي ان اس. فالسي ان اس هيستولوجيكالي في نوعين من النيرونز، في نوعين من الخلايا، اسف من السيلز، في النيرونز اللي هي الخلايا العصبيه، وفي جلايل سيلز اللي هي خلايا طلائيه اللي هي تعادل الكونكتيف تيشو سيلز، ودي عددها 10 ل 50 مره قد عدد النيرونز. ومن المعلومات الكويسه اللي لازم تبقى عارفها ان النيرونز دي ستاتيك ستراكشر، يعني اي نيرون هتفقده لا يمكن تعويضه. وفي اليوم فقره المعلومات العامه الواحد بيفقد في المتوسط 10,000 خليه كل يوم، بس طبعا هم عددهم بالتريليونز فما تخافش. هاويفر في نهايه العمر الواحد بيحصل له ديمنشا اي تدهور عقلي بسبب انه بيبقى فاقد كميه نيرونز كتيره. نيجي للجلايل سيلز، دي عندنا بتنفع سؤال ام اس كيو، هما ثلاث انواع. مايكروجليال سيلز، مايكرو يعني صغيره، خلايا طلائيه صغيره، ودي بتشتغل از سكافنجر، سكافنجر يعني كناس، تشيل الزيادات زي ما هنشوف الكيميكال ترانسميتر اللي مش عاوزينه بيتشال بالمايكروجليال سيلز. تاني خليه اسمها اوليجودندرايتس، اوليجو يعني قليل، ودندرايت يعني اهداب، اهداب قليله، ده وظيفته بيعمل المايلين شيث. تالت خلايا اسمها استروسايتس، استروسايتس يعني خلايا نجميه، استرو يعني نجمه، استروسايتس خلايا نجميه. دي ليها وظيفتين، هي دي اللي بتعمل البلاد برين بارير، وفي نفس الوقت بتمنتين الليفل اوف بوتاسيوم. طيب ده كان التركيب الهيستولوجي، وقلت ده ما يصلحش غير سؤال ام اس كيو. عندي النيرونز كلمه واحده تعرف انها ستاتيك ستراكشر، والجلايل سيلز تعرف وظائف ثلاثه، ده ام اس كيو ما تحفظوش، مش هيجي اكتر من ام اس كيو. طبعا الناس اللي هنا موجوده عندنا في كندا وامريكا عارفين ان هم ما بيهتموش غير بالام اس كيو، كل حاجه بالنسبه لهم ام اس كيو. وقلت لهم وبقول لهم ان كل ما هو نظري فهو ام اس كيو، وكل ما هو شافه يعتبره هو بالنسبه له برضه ام اس كيو. نيجي الاناتومي بتاع النيرفس سيستم، سنترال نيرفس سيستم، هو بيتكون من ثلاث اجزاء، هناخدها من اقل اللي هو تحت خالص في السباينال كور، ده بيعمل الاوتوماتيك ريفلكسز زي الميكتوريشن والديفيكيشن. نطلع اللور برين ليفل، ممثل في البرين ستيم، كنا خدنا في من ضمن الحاجات ان في كل السنتر بتاعت الريسبريشن بتاعت الكارديو باسكور فوميتنج سنتر، الحاجات دي يعني ارقى شويه. اعلى حاجه اللي هو الهاير سنترز بقى اللي بنستقبل فيها الفاين سنسيشن، الاحساسات الدقيقه، الموتور اكشن الفاين، حركات الدقيقه، الميموري الذاكره، الثينكينج التفكير. هنا ما يعنينيش في الحته دي كلها غير سؤال واحد، ان في الهاير برين سنترز مين الجزء اللي هو اكسكلوسيفلي موتور والجزء الثاني اللي هو اولموست سنسوري. في الانسان عندنا اللي انا بشاور عليه دلوقتي بالليزر ده عباره عن سنسوري كورتكس والموتور كورتكس. طب قبل ما يبقى عندنا موتور كورتكس في الحيوانات اللي ادنى منا شويه واحنا ستيل عندنا نفس الجزء زي الطيور والاسماك، بتتحرك بايه؟ بالبيزل جانجلي. لما نيجي لمحاضره البيزل جانجلي باذن الله هقول لك ان الطيور تطير والاسماك تعوم بالبيزل جانجليا، لان there is no motor cortex. دي exclusively motor يعني موتور فقط. طيب بتحس ازاي؟ بالثالاموس، بس دي ما نقدرش نقول exclusively فقط، almost معظمها sensory. يبقى الاسماك والطيور اللي هي الحيوانات الادنى مننا بتطير وتعوم بالبيزل جانجليا وبتحس بالثالامس. طب احنا ايه الوضع عندنا؟ ما زالوا موجودين. احنا عندنا ربنا اداهم دور بس اقل شويه، الحركات الدقيقه
بالموتور كورتكس، طب والحركات الجروس الاقل دقه بالبيزا جانجليا، الاحساسات الدقيقه بالسنسو كورتكس، والاحساسات الاقل دقه بالثالامس. يبقى ده السؤال الوحيد اللي ممكن يجي لنا هنا في الام اس كيو، ان البيزا جانجليا اكسكلوسيفلي موتور، بينما الثالامس almost most of their function of the of its function sensory. طيب ننتقل للسينابس اللي هي هتلاقيها على ايدك اليمين لو كنت باصص للسكرين. دلوقتي ما معنى كلمة سينابس؟ سين في اللغة يا شباب معناها اتصال، سين اتصال. السينابسس هي area of contact، مكان اتصال between two neurons. طب احنا عارفين النيرون ثلاث اجزاء، في عندنا دندرايت واللي بشاور عليها، وبعدين السوما جسم الخليه، وبعدين الاكسون بيبتدي ببروز اسمه اكسون هيلوك، وعليه انواع السينابسس ثلاثه. لو التقى الاكسون تملي البري سينابتيك، في نيرون قبل السينابس نسميه بري سينابتيك اللي بشاور عليهم، ونيرون بعد السينابس اسمه بوست سينابتيك. تملي البري سينابتيك بيساهم بالاكسون تيرمينال، تملي بيساهم بالاكسون تيرمينال. فلو التقى الاكسون تيرمينال بتاع البري مع الدندرايت بتاعت البوست، اظن الاسم هيبقى لطيف قوي، اكزو دندريتيك. اما لو التقى الاكسون تيرمينالز بالسوما هنسميه اكزو سوماتيك. اما لو التقى الاكزون تيرمينالز بالانيشال بارت اوف اكسون، وهنفهم ليه الانيشال بارت اللي هي الهيلوك اللي هي البروز الحته التخينه دي شويه، هنسميه اكزو اكزونيك. هنا في سؤالين ام اس كيو مهمين جدا. تفتكر، فكر معايا من الرسمه، انهي اكتر نوع من السينابسز عندنا؟ بدون تفكير اكتر حاجه في النيرون هي الدندرايتس اهي. يبقى اكتر نوع من السينابسز هو الاكزو دندريتك، اللي هو 80-95%، ولكن من السينابسز تبقى اكزو دندريتك، لكن هنعرف بعد قليل ليه هو الليست اكسايتبل. اون ذا كونتري، سؤال الام اس كيو بقى المناظر، مين اكتر نوع اكسايتبل؟ الاكزو اكزونيك ده الموست اكسايتبل. ليه؟ لانه بيجي ان كونتاكت مع اهم حته في الاكسون اللي هو الاكسون هيلب، اللي هي مليانه صوديوم شانلز، وعليه الدي بولاريزيشن فيها سهل جدا، وعليها الثريشولد اوف ستيميليشن از لو. يبقى الاكزودندريتك خدت الكم دي اكتر نوع 80-95%، انما الاكزو اكزونيك خدت الكواليتي الكيف دي الموست اكسايتد، لانها جت على الحته المهمه في النيرون اللي هي فيها صوديوم شانلز اكتر، ثريشولد اوف اكسايتيشن عندها احسن. واضيف لك معلومه، ايا كان مكان الاستيميليشن، يعني عملت استيميليشن للدندرايت للسوما للاكسون، اولويز الاكشن بوتنشال بيبقى جنريتد عند الاكسون هيلوك. هي لان دي، فكر معايا، هي دي اول حته بتوصل الثريشولد لانها عندها لو ثريشولد، فبيطلع منها الاكشن بوتنشال. واظن انا جاوبت لك اندايركتلي ليه الاكزو دندريتك هي الليست اكسايتد، لانها ابعد حته عن الاكسون هيلو. يبقى ده الاسئله هنا في الام اس كيو. ادي سؤال هنا مهم جدا جدا، النيرون الواحد يفرز نوعا ما واحدا من الكيميكال ترانسميتر. One neuron secretes one type of a chemical transmitter. طيب السؤال الأهم، طب الإكسايتيشن أو الإنهيبيشن يعتمد على chemical transmitter ولا على receptor؟ تعال نفكر. الأستايلكولين ده الكيميكال ترانسميتر بتاع البارا، بيعمل إيه في الجهاز الهضمي؟ البارا سيمباثيتك، صديق الجهاز الهضمي، بيستيميليت الوول ويريلاكس ينهبت الاسفنكتر. يبقى نفس الاستايلكولين في الوول بيعمل استيميليشن او اكسايتيشن، وفي الاسفنكتر بيعمل انهبيشن. يبقى تفتكر الاكسايتيشن انهبيشن
بيعتمد على المادة الكيميائية اللي هي ثابتة هنا اللي هي الأسيتيلكولين ولا على الريسبتور؟ أظن الإجابة هتبقى على الريسبتور. يبقى الإكسيتيشن أور إنهيبيشن ديبيندينج أون ريسبتورز. إنما أي كيميكال ترانسميتر يقدر يبقى إكسيتاتري ويقدر يبقى هو نفسه إنهيبيتري ديبيندينج على الريسبتور. خد بالك بقى، قلنا في نوع من أسئلة الإم إس كيو بتبقى على الإكسبشن. هنا في إكسبشن. في تو كيميكال ترانسميترز تملي بنلاقيهم انهيبيتوري، اللي هم الجلايسين والجابا اللي اختصار جاما امينو بيوتيريك اسيد، دول تملي انهيبيتوري. وفي اتنين تملي بنلاقيهم اكسيتاتوري، اللي هو الجلوتاميت والاسبارتيت. جلوتاميت واسبارتيت. يبقى هذه الصفحه مليئه باسئله الام اس كيو. اول سؤال كنت تفهم ان النيورونز دي ستاتيك. تاني سؤال ام اس كيو وظائف الجلايل سيلز، الميكروجليا دي الكناس، السكافنجر، الاوليجو بتعمل المايلين شيث، الاستروسايتس الخلايا النجميه، البلاد برين بارير، وبنتين البوتاسيوم. تاني سؤال في الجزء اللي تحت، مين الجزء في السي ان اس اللي هو اكسكلوسيفلي موتور؟ البيزل جانجليا. ومين الجزء اللي هو exclusively sensory أو آسف almost sensory؟ thalamus. تالت سؤال في مجموعة MSQ، مين أكتر نوع من السينابس؟ الأكسودندريتك. مين الموست excitable؟ الأكسوسوماتيك، الأكسوأكسونيك آسف. الأكتر نوع الأكسودندريتك، الموست excitable الأكسوأكسونيك. المجموعة الرابعة في الأسئلة، ان وان نيرون سيكريتس وان تايب اوف ا كيميكال ترانسميتر. طيب وان الاستيميليشن انهيبيشن ديبيندز على الريسبتور مش على الكيميكال ترانسميتر. وسؤال ثالث في المجموعه الرابعه، مين اللي تملي بنلاقيهم انهيبيتوري؟ اثنين بحرف الجي، جلايسين اند جابا، جاما امينو بيوتيريك اسيد. ومين اللي تملي بنلاقيهم اكسيتاتوري؟ الاسبارتيت والجلوتامين. اقلب صفحتها من فضلك، انا هقلبها. نيجي بقى يا شباب نتكلم على السينابتيك ترانسميشن، وده زي ما بقول درة هذه الحصة. قبل ما نتكلم على الميكانيزم في سينابتيك ترانسميشن اللي هو موجود على ايدك اليمين، هنتكلم على الفانكشنال اناتومي. وعلى فكرة ساعات في النظري بيجي فانكشنال اناتومي وميكانيزم في سينابتيك ترانسميشن. في الاغلب بيجي الميكانيزم في سينابتيك ترانسميشن لوحده، في الاقل بيجي الفانكشنال اناتومي اند ميكانيزم في سينابتيك ترانسميشن. ففي الاناتومي انا عندي بري سينابتيك نيرون بينتهي ببري سينابتيك تيرمينال او نوب. نوب يعني انتفاخ. قصاده الناحية التانية بوست سينابتيك نيرون، يبقى ده البري سينابتيك وده البوست سينابتيك، وما بينهم في السينابتيك كليفت. تعال نشوف. بري سينابتيك تيرمينال اللي هو النوبس، في ثلاث حاجات. في ميتوكوندريا، أظن مرتبط في ذهننا الميتوكوندريا دي بالأدينوزين ترايفوسفيت اللي هو مصدر الطاقة. طب سؤال جميل في الشفوي وفي الام اس كيو، هو احنا محتاجين الطاقة في ايه؟ في اشياء ثلاث. الريليس بتاع الكيميكال ترانسميتر محتاج طاقة. انا عاوز ناس فاهمة مش حافظة، هو ليه الريليس اوف كيميكال ترانسميتر عاوز طاقة؟ لان قلت الفيسيكل دي بيطلع منها الكيميكال ترانسميتر بعملية اسمها اكزو سيتوزيس، ودي محتاجة طاقة. أقولها لك بطريقة تانية، لأن أنا قلت في transport of any substance في ثلاث طرق: diffusion، active transport، و endocytosis. الوحيد اللي مش عاوز طاقة هو diffusion، أما active transport من اسمه طبعا active ده دي مش محتاجة، والإندوسيتوزيس بنوعيه سواء خروج إكزوسيتوزيس أو دخول إندوسيتوزيس بيبقى في الحالتين بيحتاج إلى طاقة. فالإكزوسيتوزيس يحتاج إنرجي، وعليه ليه في ميتوكوندريا هنا؟
أول سبب عشان محتاجين طاقة لخروج الكيميكال ترانسميتر. طب تاني سبب إن بعد ما الكيميكال ترانسميتر بيطلع ممكن نوقف عمله بإنه ننتزعه من الريسبتور، نبعده عن الريسبتور، نعمل أكتيف ريأبتيك، وأظن من اسمها أكتيف ريأبتيك يبقى عاوزة طاقة. تالت حاجة عاوزين فيها طاقة الثانسيس أوف أ كيميكال ترانسميتر، يبقى تخليق الكيميكال ترانسميتر ثانسيس، الريليس بالإكسوسيتوزيس، الأكتيف ريأبتيك، التلات عمليات دول عاوزة طاقة. This is why we have mitochondria. We need ATP لثلاثة أسباب. طيب تاني حاجة شفناها في البريسينابتيك تيرما إن عندي تلات أنواع من الفاسيكلز. أول نوع اسمه small clear vesicles. small clear، وده بيحتوي الآتي: استايكولين كنا خدناها في الأوتونوميك، بيبقى موجود في small clear vesicles، ومعاهم عشان ما تنساش بطريقة سهلة ولطيفة في الحفظ التلاتة اللي بحرف الجي، فاكرهم؟ الاتنين انهيبيتوري، الجلايسين والجلوتاميت، واحد من الاكسيتاتوري اللي هو اسف الجلايسين والجاما امينو بيوتيريك اسيد، وواحد من الاكسيتاتوري اللي هو الجلوتاميت. دول اللي موجودين في السمول كلير فيسلز، يبقى واحد الاستايل كولين، وثلاثة بحرف الجي، الاثنين انهيبيتوري اللي هو الجلايسين والجاما امينو بيوتيريك اسيد ومعاهم جلوتاميت. تاني نوع اللي هو سمول جرانيولر. السمول جرانيولر ده بيبقى خدنا المثال بتاعه بيحتوي الكاتيكولامينز، اللي هم عارفين مين هم الكاتيكولامينز، مش هو اتنين بس، الادرينالين والنور ادرينالين والدوبامين، دول كلهم موجودين في سمول جرانيولر. طب تالت نوع من الفيسكل اسمه لارج جرانيولر، وهو ليه لارج؟ عشان بيحتوي مركب كبير نيوروبيبتايد. بيبتايد ده حاجه كبيره، والكبير كبير ده بيطلع ترانسميتر بتبقى سلو ان اكشن وبتاخد فيري لونج دوريشن. الاثنين اللي قبل كده بتبقوا فاست، ده حتى الستايل كولين بوجه خاص كان فيري فاست، فاكر ليه؟ لانه كان بيتكسر بالكولين ستريزس. طيب ثالث حاجه موجوده عندنا يا شباب في الحته دي، ان عندنا تو سنيرز، مصيطتين اللي باللون الاسود ده، في مصيده ماسكه في الفيسكل اسمها في سنير، اظن في فور فيسكل جاي من كلمه فيسكل بتبتدي بحرف الفي، وبعدين تاني مصيده اسمها تي سنير، تي هنا عشان موجوده في التارجت. التارجت ان احنا لو الفيسكل وصل للاكتيف زون اللي هو الممبرين ده بتاع البري سينابتيك نيرون هيفرقع، فليس موت تارجت، فتي فور تارجت، لان بعض الناس بيقولوها خطا تيرمي. يبقى دول التلات حاجات اللي موجودين في البري سينابتيك تيرمينال. ميتوكوندريا بتدي الطاقة لأننا محتاجين طاقة للثانسيس، للريليس، للأكتيف ري أبتيك أوف كيميكال ترانسميتر. تلات أنواع من الفيسكلز: سمول كلير، سمول جرانيولر، ودول صراع، وبعدين لارج جرانيولر، ودي فيها البيبتايد. بيبتايد اوعى تنسى النيورو بيبتايد، ودي بتقعد مدة طويلة. ثالث حاجة عندي اتنين سنيرز، في سنير في الفيسكل وتي سنير في التارجت. طيب ننتقل للكليفت. سنة الكليفت في سؤال واحد في الام اس كيو، نوع الفلويد اللي فيه هل هو انترا سيلر ولا اكسترا سيلر؟ اسيبك تفكر، هو ما بين خليتين بري سينابتك وبوست سينابتك، يبقى 100% اكسترا سيلر فلويد. يجي تالت حاجة في الرسمة اللي هي البوست سينابتيك نيرون، ده في نوعين من الريسبتورز، دي حتة صعبة قليلا، وعارف ان كثير من الزملاء بيلخبطوها، اسفا بقول بيلخبطوها، فانا هقولها لك in a very very clear way. في عندي نوعين من الريسبتور: ايونوتروبيك and ميتابوتروبيك ريسبتور. ده الايونوتروبيك وده الميتابوتروبيك ريسبتور. ايه الفرق؟ اول فرق اللي لاحظته ان في كثير من الكتب مش موجود، انه الايونوتروبيك ده فاست سريع، بينما الميتابوتروبيك ده سلو، اهو بشاور عليها، ده سريع وده بطيء. تاني فرق هيوضح ليه دي سريعه ودي بطيئه.
ان الايونوتروبيك ريسبتور هو نفسه بيحتوي الشانل الاين شانل. فاول ما اللايجاند بيمسك فيه اللي هي الماده الكيميكال ترانسميتر هنسميه لايجاند بيمسك فيه بيحصل تغير في شكل ريسبتور ويتفتح فيه فتحه تعمل شانل. يبقى الريسبتور هو الشانل. فبمجرد ما اللايجاند بيمسك في ريسبتور الشانل بتفتح عشان كده هو فاست. انما الميتابوتروبيك وكما يوحي الاسم حاجه فيها ميتابوليزم لما يمسك اللايجاند في الريسبتور لا لسه ما حصلش حاجه يتنشط جي بروتين هنتكلم عليه بالتفصيل باذن الله في المحاضره القادمه وهي من المحاضرات القيمه جدا في الاندوكراين جي بروتين. فلما يمسك في الجي بروتين الجي بروتين لما يتنشط هيؤدي الى تكوين سكند مسجر خطوه ثالثه وهناخد في المحاضره القادمه باذن الله في الاندوكراين في اربع انواع من السكند مسجر. والسكند مسنجر ده بقى قصاده يعمل حاجه من اثنين اهو يا اما يفتح شانل يبقى شوف الشانل ممكن برضه يفتح شانل يمرر ايون بس بعد كذا خطوه مسك اللايجن في الريسبتور الريسبتور ما فيهوش هنا الشانل نشط جي بروتين خطوه ثانيه ثالثه اتكون سكند مسنجر السكند مسنجر فتح الشانل او ربما يغير الاكتيفيتي بتاعت انزيم زي ما هنشوف في الاندوكراين باذن الله. يبقى عشان كده ده الاكشن سلو. بقى اتعجب لما كثير من الناس تشرح تقول الطلبه في نوعين من ريسبتورز واسقطوا اهم حاجه ايه الفرق بين الانوتروبيك ريسبتور والميتابوتروبيك ريسبتورز انه ده فاست وفهمنا ليه فاست لانه هو بيحتوي الاين شانل اللي بتمرر حاجه من اربعه صوديوم وكالسيوم اللي بيعملوا الديبولاريزيشن يعني اكسايتيشن وبوتاسيوم وكلورايد اللي بيعملوا زي ما هنشوف الانهيبيشن. اما الميتابوتروبيك فالميتابوتروبيك ريسبتور فدي سلو. ليه سلو؟ لانه لما بيمسك اللايجن في الريسبتور بيتنشط الجي بروتين يؤدي الى تكوين سكند ماسنجر والسكند ماسنجر ده في الاخر يفتح الشانل او يغير الاكتيفيتي بتاعت الانزيم وعشان كده سموهم ميتابو لانها حاجه فيها زي ما انت شايف ميتابوليزم. لو طبعا في نمره فوق الفول مارك في الفانكشن اتو بالطريقه دي هيدوها لك وانت فاهم كل حاجه ليه. نيجي لدره هذه الحصه بقى يا شباب وهي الميكانيزم اوف سينابتيك ترانسميشن وعلى ايدك هتلاقيها اليمين. وما عشقت مثل عشق للنظام. دي عندنا فيها فور ستيبس زي ما انت شايف 1 2 3 4 واظن طول عمري بقول لك الدياجرامز ده فرمي حصاد السنين. وان كان طبعا انا زي ما قلت لك برغم ان انا عدت الى ماي بيز هنا ام ناو ان تورونتو الا اني ما ستيل الورق بتاعي مش موجود معايا هنا بتاع اللي هو يناسبكم اكثر. هوفر انا هو في ذهني زي ما بيقولوا العلم في الراس مش في الكراس على راي المثل. فانا عملت لكم رسومات عشان كده بقى البعض سالني هو ليه رسومات مختلفه شويه عن اللي بنلاقيه في ايدينا؟ لان انا دي لسه عاملها دلوقتي وعش كده حتى يمكن ان انا صحيت بدري شويه عشان خاطر اجهز لكم الدياجرامز دي وهي مفيده جدا. برضو بحب اقول لكم تنبيه تاني قبل ما ابتدي هذا السؤال ان باذن الله بدءا من الشهر القادم هنعمل محاضره ثالثه سبيشال سنسز عشان باذن الله اعد يعني فيما خلا يعني قضاء الله ان باذن الله نخلص في وقت مناسب جدا مش بس نخلص وفي وقت مناسب. فما تقلقش وميبي باذن الله نعمل برضه ريفيجن فور مالتيبل تشويس خاص كده وتشوف قد ايه بيبقى مؤثر ومفيد. نعود تاني الى الميكانيزم السينابتيك ترانسميشن وزي ما انت شايف للناس اللي عندهم سؤال نظري في جامعتنا اللي فيها سؤال نظري فده نظري مهم والسالف بل بعتبره دره هذه الحصه. فور ستيبس. واحد يقول لي ليه قبل ما بتبتدي بتقول ان هم فور ستيبس؟ حاجه بعضكم سمعني فيها، حاجه اسمها منتال سيت، تهيئ ذهني. لو انت مهيئ بالاول الموضوع ده في كام نقطه وبتتابع معاه ادي الاولى ادي الثانيه ادي الثالثه ادي الرابعه لقوا في السيكولوجي ان التذكر بيبقى افضل كثيرا من اللي انا قلت لك هشرح لك الميكانيزم وانت مش عارف هل هو فور ستيبس 10 ستيبس اهو عمال تتابع ستيبس ورا بعض وانت مش فاهم في النقطه النهايه هم كام نقطه.
This is why, ودي برضو للناس اللي بإذن الله في يوم من الأيام هيبقوا أساتذة عظماء وهيشرحوا. مهمة جدا المنتال سيت، إنك من الأول تحط منتال سيت. يعني زي ما أنا قلت لك في الأناتومي هتكلم على بري سينابتيك نيرون، ما بينهم كليف تاني حاجة، وبعدين بوست سينابتيك نيرون، يبقى في تلات نقط هيتشرح. هنا هشرح أربع نقط. أول نقطة الأكشن بوتنشال هيجي عن طريق البري سينابتيك نيرون. هنا خدناها في النيرف المصري، بس خدناها في ثلاث كلمات سهلين. اكشن بوتنشال هي اوبن كالسيوم شانل، يدخل الكالسيوم يطلع الكيميكال ترانسميتر باي اكزوسايتوز. دول الفاونديشن اللي هو لو ناسي اكتب الكلام اللي انت عارفه في النير. اكشن بوتنشال كالسيوم اكزوسايتوز. انما احنا هنا عندنا هنرتقي بموضوع اكتر، هنحط ديتيلز اكتر. الاكشن بوتنشال هي اوبن فولتج جيتد كالسيوم شانل. طبعا ليه فولتج جيتد؟ لانها بتفتح بالاكشن بوتنشال. فهيحصل ثلاث حاجات: مايجريشن اوف فيسكل، الفيسكل هتهاجر للحته دي اللي بيسموها اكتيف زون، حته النشطه. ثاني حاجه فيوجن اوف في سنير مع تي سنير، مصيده اصطادوا بعض. الفي سنير بتاعت الفيسكل هيصطادها التي سنير بتاع التارجت، فبعد كده يحصل ريليس اوف كيميكال ترانسميتر بعمليه اسمها اكزوسايتوزيس. دي ستيب 1. ستيب 2 طلع الكيميكال ترانسميتر، هيمسك، هيحصل يونيون اوف كيميكال ترانسميتر مع الريسبتور اللي في البوست سينابتيك نيرون، اللي هو قلنا كام نوع يا شباب؟ ايونو ميتابو. الايونو فاست لان هو في تشانل، والميتابو لا، ده سلو. ليه؟ لانه هينشط جي بروتين، هنشوف المحاضره القادمه بالتفصيل، يعمل سكند ميسنجر، يفتح التشانل او انزايم. فتاني ستيب يونيون اوف كيميكال ترانسميتر تو ريسبتور. طب تالت ستيب، حسب الايون اللي هيتحرك هيحصل ديفلوبمنت اوف بوتنشال، هيتكون كهرباء، يا تبقى اكسايتاتري يا تبقى انهبيتري. لو فتحنا الشانل للصوديوم او الكالسيوم هيدخل، لانه موجودين بره اب، هيبقى جوه بوزيتيف وبره نيجاتيف، هناخدها في السؤال اللي بعده. يبقى حصل ديبولاريزيشن، يعني اكسايتيشن. لو فتحنا الشانل للبوتاسيوم والكلورايد، البوتاسيوم جوه هيخرج، يبقى بره مور بوزيتيف، والكلورايد البوتاسيوم جوه هيخرج بره، يبقى بره مور بوزيتيف، والكلورايد هيدخل جوه، جوه مور نيجاتيف، هيعمل لي هايبر بولاريزيشن، يعني انهبيشن، فيسموها انهبيتوري بوست سينابتيك بوتنشال. يبقى البوتنشال اللي هتحصل في البوست سينابتيك نيرون نوعان، الاختلاف في الكلمه الاولى اكسيتاتري ديبولاريزيشن ولا انهبيتوري هايبر بولاريزيشن في البوست سينابتيك نيرون. فدي يسموها اكسيتاتري بوست سينابتيك بوتنشال، ودي يسموها انهبيتوري بوست سينابتيك بوتنشال. رابع ستيبس، بعد ما خلصنا العمل هنعمل ريموفال اوف كيميكال ترانسميتر، وده باربع طرق، حتى مصادفه جميله بفتكرها. النقطه الرابعه فيها اربع نقط. طب ازاي نفتكرها؟ هقول لك بطريقه حلوه. كل حاجه في الرسمه بتساهم. ازاي البري بيوقف العمل، بيوقف الكيميكال ترانسميتر؟ قلناها، بيعمل اكتيف ري ابتيك، كيميكال ترانسميتر بياخده من على الريسبتور. واحنا قلنا ان في الاندوكراين ان اللايجاند ان اكتيف، الريسبتور ان اكتف، لما بيمسكوا ببعضه جبتها لكم سؤال، الكومبلكس هو اللي اكتف. شيل ده من ده، على راي سيد مكاوي يرتاح ده عن ده. يبقى اول ما تشيل الكيميكال ترانسميتر تعمل له اكتف ري ابتيك، وقف العمل. يبقى البري هيعمل اكتف ري ابتيك. طب والكليفت الكيميكال ترانسميتر يديفيوز، امشي مع الليزر او ديفيوز اواي، يبقى برضه بعد عن الريسبتور. او البوست ان اكتيفيت يكسر الكيميكال ترانسميتر. يبقى البري اكتف ري ابتيك، الكليفت ديفيوجن اواي، البوست سينابتيك نيرون يعمل له ان اكتيفيشن وديستراكشن. طب واحد قال لي بس انت قلت اربعه، فين الرابعه؟ اللي عنده ذاكره خدناها في الصفحه الاولى، الجلايل سيلز. الجلايل سيلز السكافنجر اللي هو المايكرو ممكن تخلصك منها. دي الاجابه النموذجيه المنظمه يا شباب للميكانيزم في سينابتيك ترانسميشن، برغم ان انا قلت مش عاوز اعيد عشان نمشي اكتر، بس لاهميه هذا السؤال هعيده في عجاله. يبقى اول ستيب هيطلع الاكشن بوتنشال من البري،
تاني ستيب يمسك في ريسبتور، ثالث ستيب يحصل كهرباء، رابع ستيب نريموف الكيميكال ترانسميتر. فاول ستيب الاكشن بوتنشال في البري هيفتح هنا فولتج جيت الكالسيوم شانل فيدخل الكالسيوم، فيحصل ثلاث حاجات: migration of vesicles to the active zone، يمسك الفي في التي دي تاني حاجة، تفرقع الفيسكل ويخرج الكيميكال ترانسميتر بالإكزو سايتوز. تاني ستيب سهلة، كيميكال ترانسميتر هيمسك في الريسبتور، لما عارفين نوعين ايونوتروبيك وميتابوتروبيك، وانتوا فقط اللي عارفين الفرق السليم ما بينهم. واي داوت اذا كان كثير من الطلبه اللي يسمعوني دلوقتي قبل ما سمعوني كانوا عارفين الفرق بالظبط. ثالث ستيب ديفلوبمنت اوف بوتنشال ديبندنج على انهي اين هتستخدمه. عاوزك يرتبط في ذهنك الصوديوم والكالسيوم بالدي بولاريزيشن يعني بالاكسايتيشن، البوتاسيوم والكلورايد في الانهيبيشن هايبر بولاريزيشن. رابع ستيب ريموفال اوف كيميكال ترانسميتر، ودي بتبقى باربع خطوات قلت لك طريقه لطيفه في تذكرها. الثلاث حاجات اللي في الرسمه بيساهموا البري والبوست والكليفت. البري بيعمل اكتيف ري ابتيك، البوست بيعمل ان اكتيفيشن، الكليفت بيديفيوز اواي. ولا تنسى الجلايل سيلز. اقلب الصفحه من فضلك. هنيجي بقى البوتنشلز. في نوعان من البوتنشلز ممكن تحصل. البوتنشل ممكن تحصل في البوست سينابتيك وممكن تحصل في البري سينابتيك. So we have post synaptic potential، وده سؤال نظري مهم مش بأهمية الميكانيزم، أقل سنة أو pre synaptic potential. تعال نتفرج مع بعض. يبقى types of synaptic potential، أول سؤال عندي اللي هو post synaptic potential، ده نظري مهم. إيه أهم كلمة فيه في الـ MSQ؟ أوريدي إحنا عارفينها في الناس اللي سمعوني في النيرف. Graded potentials. وأذكر الناس اللي ما سمعونيش إن الكهرباء في الجسم نوعان مش 100 نوع، يا أكشن بوتنشال يا إما بوتنشال ما هواش أكشن بوتنشال، يعني يا أكشن بوتنشال يا مش أكشن بوتنشال بالبلدي كده. وقلت الأكشن بوتنشال بينطبق عليه المثل اللي هو زي الفريق ما يحب الشريك، يعني ما ينطبق على الأكشن بوتنشال لا ينطبق على سواه. وحفظتها لأجيال بطريقة رائعة اللي هو التريبل A، إن الأكشن بوتنشال 3A، إنه يتبع all or none low، وبالتالي cannot be graded، ما هوش graded potentials. يبقى بقية البوتنشالز كلها اللي في الجسم اللي بناخدها البوست سينابتيك والبري سينابتيك واللي خدناها قبل كده اند بليب بوتنشال اي بوتنشال اخر واللوكال ريسبونس وكات الكتروتونس، المهم ما هياش اكشن بوتنشال، تبقى نو اول اور نان، يبقى جريدد بوتنشال. الاول اور نان لو الاكشن بوتنشال معاه ابسوليوت ريفراكتوري بيريود يبقى كان نوت بي سميتد، الباقيين كلهم معهمش ابسوليوت ريفراكتوري بيريود يبقى كان بي سميتد. يبقى حفظتها لاجيال، اوعى تنسى. الكهرباء في الجسم نوعان، يا اكشن بوتنشال. عدنا مره اخرى يا شباب لان قلنا هم في السوشيال ميديا ونشكرهم ما بيدوناش غير يعني فتره محدده وبيحصل انقطاع كويس نعتبرها فتره راحه. تاني قلنا البوتنشالز الكهرباء في الجسم نوعان، يا اكشن بوتنشال ما ينطبق عليه لا ينطبق على سواه، اللي هو قاعده التريبل اي، ان الاكشن بوتنشال بحرف الاي بيتبع اول اور نان لو تاني اي اهي، وبالتالي كان نوت بي جريدد، ومعاه ابسوليوت ريفراكتوري بيريود ادي تالت اي، وبالتالي كان نوت بي سميتد. اي بوتنشال اخر اعكس معهوش all or none low
يبقى كان بي جريدد، مفيش اول اور نون، كان بي جريدد معهوش فتره عدم استجابه مطلقه اللي هو الابسوليوت ريفلكتيف بيريود، يبقى كان بي سميت. يبقى الطلبه اللي عندهم نظري بقول لهم طريقه سهله، يبقى اي بوتنشال يجي لك انت ما تعرفش عنه ولا كلمه وعاوز تاخد نمر، اتم مش اكشن بوتنشال، حط الاربع جمل. يبقى جريدد بوتنشال اللي هي اهم واحده مكتوبه قصادنا اهي، جريدد بوتنشال يبقى داز نوت اوبي اول اور نان لو، وبعدين معهوش ابسوليوت ريفاكتوري بيريود يبقى كان بي سميتد. ده انت ما تعرفش حاجه، جبت النقاط الاساسيه دي. قاعده من اهم القواعد اللي ارساها لعبد الله واطباء كثيرون علمتها لهم وماشيين بيها كويس قوي. فالبوست سينابتيك بوتنشال ده جريد بوتنشال، في عندي نوعين، يا اكسيتاتري يا انهبيتري. بوست سينابتيك بوتنشال ديبندنج على الايونيك بيزس، لو صوديوم وكالسيوم هيعملوا ديبولاريزيشن يعني اكسيتيشن، لو بوتاسيوم وكلورايد هيعملوا هايبر بولاريزيشن يعني انهبيشن. انا بحب جدا الجداول والمقارنات، فهقارن الاكسيتاتري والانهبيتري في جدول من اربع نقاط، وقلت عشان المنتال سيت. الاول هما الاثنين لوكال بارشل، يعني ما هو بارشل لان هما ممكن نقويهم، ولوكال لان هما مش زي الاكشن بوتنشال، مش بروباجيتد، ما بيسرحوش. لازم الكهرباء الوحيده اللي بتمشي اللي بتسرح اللي بروباجيت اللي بتنتشر هي الاكشن بوتنشال، عشان كده بيسموها النيرف سيجنال، الاشاره العصبيه. ففي كلمه مشتركه، يبقى هما الاثنين لوكال بارشل. لو قلت دي بولاريزيشن يبقى انت بتتكلم على الاكسيتاتري بوست سينابتيك بوتنشال، او ممكن تيجي لك بطريقه اصعب ان الممبرين بيكمز ليس نيجاتيف، بدل ما هو ناقص 90 قربت للفايرنج ليفل اللي هي ناقص 55، يبقى بدل ناقص 90 بقت ناقص 55، يبقى بقت ليس نيجاتيف. انما في اللوكال بارشل هايبر بولاريزيشن بدل ما ناقص 90 بقت مثلا ناقص 110، بقت مور نيجاتيف، هو ده الهايبر بولاريزيشن. طيب تاني نقطه في المقارنه، ان الاكسيتاتوري دي ممكن تبقى فاست وممكن تبقى سلو، بس يبقى انتوا بس اللي هتبقوا فاهمين دي. يبقى دي ممكن الاكسيتاتوري دي تحصل ايام فاست، يبقى تحصل بايونوتروبيك، سلو هتحصل بميتابوتروبيك ريسبتورز، انما الانهبيتوري بتحصل بفاست بس. ثالث نقطه الايونيك بيزس، في الاكسيتاتوري يا صوديوم يا كالسيوم، لان الصوديوم والكالسيوم بره لو دخلوا جوه هيبقى جوه بوزيتيف وبره نيجاتيف، ما هو ده الديبولاريزيشن. انما الانهبيتوري ودي الاهم، بوتاسيوم وكلورايد، البوتاسيوم جوه يخرج بره يبقى بره مور بوزيتيف، والكلورايد بره يدخل جوه يبقى جوه مور نيجاتيف، يبقى ده بقى اقوى من البولاريزيشن، بقى هايبر بولاريزيشن. يبقى هنعمل اوبننج اوف بوتاسيوم كلورايد او كلوجر اوف صوديوم اند كالسيوم، وقفت الديبولاريزيشن خالص فحصل هايبر بولاريزيشن. هنا لازم اتوقف في نقطه، لو ما قلتهاش ميبي ما حدش تاني هيقولها لك، هو مين اكثر اهميه في السي ان اس، الاكسيتيشن ولا الانهيبيشن؟ الاجابه انا عارف انك لو ما سمعتهاش مش تعرفها، هو الانهيبيشن. الانهيبيشن اهم من الاكسيتيشن، عشان كده ربنا مستعجل عليه فاست بس، وعشان كده الميكانيزم بتاعه اكثر تعقيدا، ممكن بفتح البوتاسيوم كلورايد او قفل الصوديوم والكالسيوم. ليه الانهيبيشن اهم؟ اقول لك بطريقه بسيطه خالص، الجهاز العصبي بتاعنا بيتلقى مئات الاشارات العصبيه، في حين حضرتك دلوقتي عاوز تركز معايا في حاجه واحده بس، اللي هو تسمع صوتي وانا بشرح لك السنسوري، فلازم تعمل انهيبيشن لكل الاشارات الاخرى. اي صوت تاني جنبك غاضب النظر السمع عنه، ما بتسمعوش، مش مركز في ماذا يجري في البصريات من حولك، الالوان اللي حواليك ايه مش مركز فيها، وضع رجليك متني مفروض مش مركز فيها، انت مركز مش في الصوت بس، في صوتي انا دون الاصوات. فبيقولوا جمله جميله، ان اكثر من 99% من الاشارات العصبيه التي يتلقاها الجهاز العصبي بتثبط، تعال نقولها in English، more than 99%
of the impulses received by the CNS are discarded, are inhibited, because they are not important. لو ما عندناش مقدرة ان احنا نثبت الحاجات دي كلها كنا فقدنا واحد من اهم المزايا اللي بيتمتع بيها الانسان، وهي الـ power of attention، مقدرة الانتباه. ده في مرض اسمه attention deficit hyperactive disorder، انا عملت عليه مرة حلقة في التلفزيون. اطفال ما عندهاش المقدرة على الاتنشن. يبقى الاتنشن الانتباه قائم، اللي هو لازم للحياة انك تاخد تنتبه لحاجة وتركز فيها، على مقدرة سي ان اس ان هو ينهيبت كل الباقي ما عدا الشيء اللي انت مركز فيه. يبقى انت بتنهيبت اكتر من 99% من تتلقاه. عشان كده الانهيبيشن مور امبورتنت، عشان كده ربنا خلاه فاست والميكانيزم بتاعته اكثر تعقيدا، تفتح بوتاسيوم كلورايد او تقفل صوديوم كالسيوم. ودي بقى سؤال ام اس كيو من اشهر الاسئله وورد وايد، ازاي بيحصل انهيبيشن؟ انهي اينز المتداخله في الانهيبيشن؟ اقولها لك بترتيبنا: كلورايد ثم كلورايد ثم كلورايد ثم بوتاسيوم. يعني الكلورايد حتى اهم من بوتاسيوم. يبقى عاوزك لما يقول لك انهيبيتوري بوستسبتيك بوتنشال قول الاينز اللي انفولفد فيها: كلورايد وبوتاسيوم، كلورايد وبوتاسيوم، كلورايد وبوتاسيوم. نيجي للنقطة الرابعة يا شباب، وهي السبميشن. قلنا إن دول جريدد بوتنشال، صغيرين، لا يرقوا إن هم يدوا أكشن بوتنشال. عشان يدوا أكشن بوتنشال، عشان يتقووا، عشان مفعولهم يبقى كويس، لازم يبقوا سميتد. ما احنا قلنا من كل البوتنشال ما عدا الاكشن بوتنشال، افتكر الاكشن بوتنشال بحرف الاي هو الوحيد اللي معاه 2 اي تانيين، 3 اي. اكشن بوتنشال بحرف الاي اول اور نون يبقى كان نوت بي جريدد، ادي تاني اي. ابسولوت افكت بيرد يبقى كان نوت بي سميتد. دول بقى جريدد وسميتد. السميشن في السي ان اس نوعان، يا تايم يا سبيس، او لو حتى الجمله اللي ممكن هتنساها: الزمان والمكان. Time and space. Time بنسميها الاسم الأشهر، هنسميها temporal حتى وصفة جميلة هي الاثنين بالتي، واللي space هنسميها spatial summation. وأقول لك حاجة، لا تقوم قائمة، لا تقوم قائمة للسي ان اس بدون ظاهرة summation. مقدرة إن احنا نقوي الكهرباء، نقوي الإكسيتيشن أو نقوي الإنهيبيشن. تعال نشوف إزاي بنعمل space summation. إن كل نيرون في جسمك ما بيتلقاش نوب واحدة. هتقول الجملة بعربياتنا مفهومة وإن كانت في الحقيقة معقدة. كل نيرون بيتلقى آلاف النوبس اللي بتنتمي لمئات النيرونز الأخرى. يعني لو أنا نيرون أهو، أنا نيرون باخد آلاف النوبس اللي بتنتمي لمئات أخرى. فلو أنا شغلت ميني نوبس مع بعض، إكسيتاتوري كتير مع بعض، كل واحدة لوحدها بتطلع كهرباء ضعيفة، كهرباء ضعيفة، بس مع بعض هيرقوا ان هم يدوا اكشن ايه؟ بوتنشال. فده يسموه سبيس سميشن. انا بحب قوي الجمل، فين الجملة المهمة؟ يبقى انا بركز في الجمل المهمة اللي انت بالقلم الفلورسنت الاصفر في كتابك ايا كنت هتعلمها. يبقى فكرة السبيس سميشن ان انا هشغل ميني سيمالتينيسلي، اهي ميني نوبز سيمالتينيسلي، كذا واحدة في آن واحد. فهنا السميشن مكاني، المكان ده مع المكان ده مع المكان ده مع المكان ده هيرقى يدي في الاخر هنا اكشن بوتنشال، فعشان كده سموها سبيس سميشن. اما التايم سميشن، وان نوب، وان نوب اهي ستيميليتد ريبيتيتيفلي، يبقى هنا اهي كهرباء ضعيفه وضعيفه وضعيفه في مكان واحد، كلهم في نفس المكان هنا اهو، ولكن في ازمنه متعاقبه. يبقى السميشن هنا التراكم هنا زماني مش مكاني، فسموه تايم اور تمبر سميشن. يبقى فين الجمله المهمه؟ وان نوب ريبيتيتيفلي، وان ستيميليتد ريبيتيتيفلي. هنا ممكن في السبيس نحتاج نشغل 40 نوبز مع بعض، هنا ممكن نحتاج النوب الواحده نشغلها 50 مره، مش في الثانيه، مش في الثانيه، في الملي سكند، عشان يحصل لهم سميشن.
يبقى تعالى نلخص. وقلت السبع اقوى في التذكر، وقلت هتسمعني في الفترات اللي انت ريلاكست فيها بدل ما تضيع وقت، اسمع بسرعه تاني المحاضره. يبقى في السبيس ميني سيمالتينيسلي، انما في التايم سميشن 1 ريبيتيتيفلي. يبقى هنا ميني سيمالتينيسلي، هنا 1 ريبيتيتيفلي. طلبة كتير لما بيبقى عندهم ده سؤال نظري بينسوا الجزء ده في إجابة سؤال الـ Post Synaptic Potential، بينسوا بيتكلموا على الإكسيتاتري والإنهبيتري، ينسوا الأهم هو الـ Grand Post Synaptic Potential. Grand يعني كبير، يقول لك Grand Father يعني الجد، أب الكبير هو الجد. Grand Opening الافتتاح الكبير، Grand Opening. ليه ده الأهم؟ ان حقيقه الامر المهم جوه السي ان اس هو الجراند، لان انا قلت لكم يا شباب من شويه ان كل نيورون في جسمك تقريبا بتتلقى الاف النوبس اللي بتنتمي لمئات النيورونز. النيورون الواحده بتاخد الالاف اللي بينتموا لمئات، ما فيش غير حته واحده في جسمك بس دلوقتي سابق لوضعه، هي اللي عندها 1 تو 1 كونكشن، اللي هي مش الفيجن، مش الرؤية، أحلى حتة في الفيجن اللي هي الفوفيا سنتراليس، البقعة الصفراء هنبقى نقولها، فهو ده الإكسيبشن اللي هو 1 تو 1، وهنفهم ليه ربنا عاملها 1 تو 1 في أواني. إنما الباقي كله النيرون بتتلقى الآلاف اللي بينتموا للمئات، بعضهم إكسيتاتري وبعضهم إنهبيتري. يبقى المحصلة هو ده الجراند. يبقى ما هو الجراند بوست سينابتيك بوتنشال؟ هو الصام. الصام فين الكلمه المهمه اللي اتعلمها بالاصفر؟ الفلوريسنت طبعا. الصام، وقلت ليه الاصفر؟ عشان ده اكتر لون بنشوفه، هنقولها في السبيشال سنس باذن الله. هو الصام اوف اول اكسيتاتوري اند انهبيتوري، اللي بتحصل فين؟ في وان نيرون ات ذا سيم تايم. يبقى محصله الاكسيتاتوري انهبيتوري ان وان نيرون ات ذا سيم تايم. شوف حتى الالقاء لازم افهم يا شباب، لو انت بتقرا تدي مخك كده المقاطع حته وتقف في بوز. هو الصم فين؟ في وان نيرون. امتى؟ سيم تايم. يبقى الصم اوف اول اكسيتاتوري انهبيتوري ان وان تايم ان وان نيرون ات ذا سيم تايم. لطالب ذكي يقول لي في ثلاث احتمالات، قولهم لي. يقول لي لو الاكسيتاتوري اكتر من انهبيتوري، او الانهبيتوري اكتر من اكسيتاتوري، او الاثنين قد بعض. اقول له لا، في اربع احتمالات. قال لي ليه؟ تعال نشوف مع بعض. الاكسيتاتوري اكتر من الانهبيتوري دي بتديني احتمالين. وصلنا للفايرنج ليفل، يعني الاكسيتاتوري اكتر من الانهبيتوري والاكسيتيشن وصل فايرنج ليفل، هيطلع اكشن بوتنشال. انما الاكسيتاتوري اكتر بس بلو ثريشولد، هيحصل فاسيليتيشن بس، اكسيتيشن بس، بس مفيش اكشن بوتنشال. لكن لو الانهبيتوري اكتر من الاكسيتاتوري هيحصل هايبر بولاريزيشن وانهبيشن. لو الاثنين قد بعض no change in resting membrane potential، يبقى الاكسيتاتوري اكتر هيحصل دي بولاريزيشن، بس هنا في احتمالين للطالب الذكي. توصل الثريشولد اكشن بوتنشال، اقل من الثريشولد اللي هو الفايرنج ليفل، يبقى فاسيليتيشن بس، يبقى احتمالين. انهبيتوري اكتر يبقى هايبر بولاريزيشن انهبيشن، الاثنين قد بعض يبقى no change. وعندنا مثال رائع رائع في الحته دي في الجسم اللي هو في المثانه البوليه، اتملت. لو حضرتك لقيت الوضع مناسب، سنتر معين في المخ اكسيتاتوري لموضوع التبول يبعت مور اكسيتيشن، يخلي الاكسيتيشن يتخطى الانهبيشن ويحصل اكشن بوتنشال وتفضي اليورينال بلادر. لكن لو انت حاسس البلادر مليانه بس المكان غير مناسب، يبقى يعمل ايه؟ جزء اخر في البرين هنتكلم عليه باذن الله في الكدني، وهنعرف هو انهي حته، يبعت انهبيشن اكتر، فيبقى الانهبيتوري اكتر من الاكسيتاتوري، يحصل هايبر بولاريزيشن انهبيشن، تبقى حاسس البلادر مليانه لكن ما بتفضهاش. ده ازاي التطبيق بتاعه. يبقى لو جاني سؤال، وده سؤال مهم يا شباب قوي، وما عشقت مثل عشق نظام البوست سينابتيك بوتنشال، اهم كلمه هتكتبها ان ده جريدد بوتنشالز، وكم نوع؟ الطالب العادي هيكتب اكسيتاتري وانهبيتوري، حضرتكم هتكتبوا ثلاثه اكسيتاتري وانهبيتوري، والاهم اللي هو جرام بوست سينابتيك بوتنشال، وكل ما عشقت مستعشق النظام هتشرحه في ثلاث نقط: الديفينيشن،
مين فاست ومين سلو، الايونيك بيزس والسميشن، ادي اربع نقط. الجران نفسه اربع نقط، يبقى اكسيتاتري وانهيبيتري الجدول من اربعه والجراند شحف اربعه. لو في حاجه اكتر من فول مارك هيدوها لك. تقل للسؤال ما قبل الاخير، اقلب الصفحات من فضلك. نوعدنا مش هنعيد كتير وهننجز، وان المحاضره بتاعتنا باذن الله لن تزيد عن ساعه ونص، من ساعه وربع لساعه ونص الشرح، ساعه ونص ما فيها اجابه المالتيبل تشويس. وقلت وهقول تاني يا شباب للناس اللي دخلت معنا المره دي اول مره بتسمع المحاضره، انه حل اسئله الام اس كيو اهم من انك تسمع، لان انا بجيبها لك في المواضع الصعبه هتعرف تصلح طريقه قرايتك، تصلح طريقه تحصيلك. السؤال اللي بعد كده نظري مهم، اكتب لي عليه نظر مهم، انا نسيت اكتب لان قلت لك بعمل ورق، ده مش معايا، ده في عجاله انا لسه عامله، واتمنى انك تستفادوا منه، وهو يعني زي ما بقول ده جرامز فور مي، هي حصاد السنين يا شباب. فالسؤال ده اللي هو البري سينابتيك بوتنشال. بري سينابتيك بوتنشال بتتميز بانها سلو مينتس تو اورز. انتوا بس اللي فاهمين، يبقى 100% ده نوع الريسبتورز، هيبقى ايه هنا بقى؟ ميتابوتروبيك، لان ده السلو، ده الفرق الاساسي. وبتعجب لما الاقي زميل فاضل عمال يشرح ايونه وميتابه وما بيقولهمش الفرق. هو انت جاي تقرا مع الطلبه؟ زي ما قلت لكم هنا الناس في نورث امريكا اللي انا متواجد فيها، النطق ده المذر تانج بتاعه، انا بقى شايفيني زي واحد خواجه بينطق بيتكلم عربي. لكن ليه بيبقى عندهم احترام للايجيبشن بروفيسور؟ عشان عنده معلومات، بيركز في النقاط المهمه، الطالب بيطلع فاهم. نيجي البري سينابتيك بوتنشال سلولي، ادام قلت سلولي الطالب فاهم، يبقى 100% ميتابوتروبيك ريسبتورز. في نقطه هنا مهمه جدا جدا، لن تقوم قائمه للبري سينابتيك بوتنشال دون الاستعانه بثيرد نيرون. احنا قلنا البوتنشال نوعين، يا تحصل في البوست اهي اللي بشاور عليها بالليزر، تحصل في البري. طب البوست مين بيغير البوتنشال في البري؟ طب مين يغير البوتنشال في البري؟ لازم ثيرد نيرون. فهمت اهميه ثيرد نيرون؟ البري يعمل البوست اللي شرحناه، طب مين يعمل البري؟ ثيرد نيرون. لو الثيرد نيرون ده اكسايتاتوري هيعمل بري سينابتيك فاسيليتيشن، لو الثيرد نيرون ده انهيبيتوري هيعمل بري سينابتيك انهيبيشن. وتعالى نشرحها، وانا حتى طول عمري بقول بحب اشرحها بطريقه تشاينيز شويه. انت عارف التشاينيز بيكتبوا راسي يعني من فوق لتحت، تشاينيز شاينا تاون دي جنبي هنا جميله قوي، فيها اكل رائع. طيب نرجع تاني، بري سينابتيك فاسيليتيشن، نبتدي نشرحها من فوق لتحت. يبقى الثيرد نيرون اللي هيعمل بري سينابتيك فاسيليتيشن لازم يبقى اكسيتاتوري. قبل ما اقول اشرحها عاوز اديك الفكره، هو البري سينابتيك نيرون دوره ايه في السينابتيك ترانسميشن؟ انه يطلع كيميكال ترانسميتر. فلو انا زودت طلوع الكيميكال ترانسميتر يبقى ده بري سينابتيك فاسيليتيشن، لو انا منعت طلوع الكيميكال ترانسميتر يبقى ده بري سينابتيك انهيبيشن. يبقى فهمنا النقاط الاساسيه قبل ما ندخل على الموضوع. اول نقطه فهمناها ان البري سينابتيك بوتنشال ده سلو، وعليه بنستخدم ميتابوتروبيك للاوائل، انه لا يقوم له قائمه دون الاستعانه بثيرد نيرون، لان البري بيغير البوست. طب مين يغير البري؟ يبقى لازم نيرون اخر، يبقى ده ثالث واحد، ادي اثنين، يبقى ده الثالث ثيرد نيرون. وان النهايه لو عاوز اعمل فاسيليتيشن المعنى البسيط هزود الايه؟ ريليس اوف كيميكال ترانسميتر. عاوز اعمل انهيبيشن انقص الريليس اوف كيميكال ترانسميتر. تعالى للتفصيلات، انا قلت التحصيل فن، المذاكره فن، تحصيل فن اخر. يبقى هنشوف ازاي الثيرد نيرون ده هيزود الريليس بتاع الكيميكال ترانسميتر. الثيرد نيرون ده لانه يزود الريليس بتاع الكيميكال ترانسميتر فهو اكسيتاتوري، لانه هينتهي ببري سينابتيك فاسيليتيشن. هيشتغل عن طريق ميتابوتروبيك ريسبتورز. يا ريت كان المحاضره الثانيه في الاندوكراين قلناها قبل دي، كان يبقى الفايده اكتر. تابعوني بقى المره الجايه مع الاندوكراين باذن الله يوم الاربعاء في نفس الميعاد.
الساعه السادسه بتوقيتكم 12 بتوقيت شرق كندا وامريكا. فالميتابوتروبيك زي ما اتفقنا هيأكتيفيت جي نيرون، مش هقول جي بروتين، مش هقولها ازاي دلوقتي، هقولها في الاندوكراين. هيستخدم سكن ميسنجر اسمه سايكليك ام بي. سايكليك ام بي ده بينشط انزيم وظيفته ينشط انزيم اسمه بروتين كينيز اي. وليه سموه اي؟ عشان سايكليك اي اي ام بي بينشط بروتين كينيز اي. من اسمه كينيز ايز يعني انزيم، وكينيز يعني بيحرك، هيحرك فوسفيت جروب. كل الكينيز انزيمز ازاي بتؤثر على الاشياء؟ بانها بتحرك فوسفيت جروب، فهيعمل فوسفوريليشن بوتاسيوم شانل، هيحط فوسفيت جروب في البوتاسيوم شانل. بس قفلت البوتاسيوم شانل، قفلت، يبقى البوتاسيوم جوه زاد مش عارف يخرج، يبقى جوه بوزيتيف وبره نيجاتيف، يبقى كده زود الديبولاريزيشن ومنع الريبولاريزيشن. عمل ديبولاريزيشن، طب ما دي الطريقه اللي بيفتح بيها الكالسيوم شانل، يبقى هيتفتح الكالسيوم شانل، يدخل مور كالسيوم، يزيد الريليس بتاع الكيميكال ترانسميتر. يبقى تاني الثيرد نيرون اكسيتاتوري، بيطلع الترانسميتر، ده سؤال ام اس كيو، سيروتونين. السؤال الثاني بيشتغل عن طريق ميتابوتروبيك ريسبتورز، اللي عارفين عنه نقطتين، انه بينشط جي بروتين ويطلع سكند ميسنجر اللي هو هنا السايكليك ام بي. السايكليك ام بي هناخده المحاضره الجايه في الاندوكراين، ده بياكتيفيت بروتين كينيز اي. السايكليك اي 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 ام بي بينشط بروتين كينيز اي، وظيفه الكينيز اسمه محرك كاينتيك، يعني محرك يحرك فوسفيت جروب، يوديها البوتاسيوم شانل يقفلها وهو المطلوب. البوتاسيوم اتحبس جوه، جوه بقى جوه بوزيتيف بره نيجاتيف، بقى مور ديبولاريزيشن، دخل مور كالسيوم، عمل مور ريليس للكيميكال ترانسميتر. وللاوائل يقول المثال هنا اللي هو هناخده المحاضره القادمه اللي هو السنسيتايزيشن اوف سينابس، حاجه من الروائع اللي هو هناخدها مع السينابتيك بلاستيستي، حاجه من الروائع، هنتركها للمحاضره القادمه باذن الله. نيجي بقى البري سينابتيك انهيبيشن. يبقى هنا الثيرد نيرون انهيبيتور بيطلع انهيبيتوري كيميكال ترانسميتر. فاكر انا اذكرك تاني كنت بقول لك الاكسيتيشن انهيبيشن بيعتمد اساسا على الريسبتور مش على الكيميكال ترانسميتر. بس في تو اكسبشنز، في تو كيميكال ترانسميترز تملي بنلاقيهم انهيبيتوري، والاثنين بحرف الجي، جلايسين وجابا، اللي هو موضوعنا هنا. جابا ده اختصار ايه بقى؟ جاما امينو بيوتيريك اسيد. هنا طلع جلايسين، وفي اثنين تملي بيوسيتات مش موضوعنا، اذكرك بيهم، جلوتاميت واسبارتيت، جلوتاميت واسبارتيت في الام اس كيو، دول تملي اكسيتات عمرهم ما اشتغلوا على انهبيتوري ريسبتور. والجابا والجلايسين تملي انهبيتوري، تملي انهبيتوري. فهنا الجابا هي اوبن بوتاسيوم شانل وكلورايد، بس ما ده اللي احنا فاكرينه. فاكر البوتاسيوم والكلورايد ده كان بيعمل ايه؟ ده هو اللي بيعمل هايبر بولاريزيشن، لما البوتاسيوم يخرج يبقى بره مور بوزيتيف، الكلورايد يدخل جوه مور نيجاتيف. او عايزها بطريقتي، بيوبن كلورايد ثم كلورايد ثم كلورايد ثم بوتاسيوم، كلورايد اهم، فعمل هايبر بولاريزيشن. طب ده الكالسيوم شانلز دي فولتج جيتنج بتفتح بالدي بولاريزيشن، دلوقتي حصل هايبر بولاريزيشن، يبقى قفلت وهو مطلوب، ما دخلش الكالسيوم، مش هيحصل ريليس للكيميكال ترانسميتر. يبقى حصل في البري سينابتيك نيرون انهيبيشن. الشغل كله فين؟ بصوا للرسمه، على البري ولا على البوست؟ على البري، عشان كده سموها بري سينابتيك انهيبيشن، زي ما هنا الشغل كله على البري فسموها بري سينابتيك فاسيلتيشن. طب والاكزامبل في البين كنترول، هناخده موضوع حلو جدا، لازم تقول اكزامبل، ما ينفعش نكتب من غير اكزامبل. بين كنترول، يبقى تاني في عجاله، ده سؤال نظري مهم، البري سينابتيك بوتنشال سلولي، يبقى هنشتغل عن طريق انهي ريسبتور؟ مش الايونوتروبيك دي فاست، لان الريسبتور هو التشانل، تمسك في الريسبتور فتح التشانل فاست. انما الميتالوتروبيك ده قلنا هتنشط جي بروتين، والجي بروتين يطلع سكن ميسنجر سايكل ام بي، قصه. يبقى اول حاجه ان هو سلولي عن طريق الميتابوتروبيك، وبعدين لا تقوم قائمه للبري دون الاستعانه بثير نيرون. لو انهيبيتوري هتبقى بري سينابتيك انهيبيشن، لو اكسيتاتوري يبقى بري سينابتيك فاسيليتيشن. هنا بيطلع السيروتونين
هنا بيطلع جابا، جاما امينوبيوتريك اسيد. وانت فاهم النهايه هتوصل لايه في النهايه؟ انك لو يوبن الفولتج جيت الكالسيوم شانل حصل مور ريليس للكيميكال ترانسميتر، قفلت الفولتج جيت الكالسيوم شانل حصل ليس ريليس للكيميكال ترانسميتر. وعشان ننجز انت تقدر تسمع تاني، انا شرحت شرح وافي، واقلب الصفحات من فضلك بسمعني تاني لو عاوز تسمع. الصفحه الاخيره شوف بقى الكميه دي تاخدها عندك في كام محاضره. بس احنا معانا زي ما بقول الناس اللي بتسمع عندها فرصه تسمع تاني، وناس 100% يعني الاي كيو بتاعها الانتيجن كوشنت عالي جدا بتاع طلبه الطب. فهنيجي السؤال الرابع في النظري، النظري مهم، يبقى اللي كان مهم السؤال في ميكانيزم وفي سينابتيك ترانسميشن، انما البوست سينابتيك بوتنشال كان نظري مهم، البري نظري مهم، وبعدين الكاركترز والفاكتورز. على فكره ممكن يجي ده سؤال وده سؤال، مش لازم اتنين مع بعض، ومش هنكمل اللي هو الكاركتر، هنسيب اصعب واحده ان دي لوحدها سؤال هنقولها في المحاضره القادمه يوم الاربعاء باذن الله. كاركترز اوف سينابتيك ترانسميشن اهي اربعه، وما اقرب اليوم للبارحه. احنا في النيرف خدنا ثلاثه كاركتر، ما هو في النيرف في سينابس بين النيرف والمصل، ما فيش ما اسمها سينابس عن اتصال. يبقى لطالب ذكي حتى لو مش بيذاكر يبقى لازم هما نفس الكاركتر اللي خدناها في النيورو ماسكولار ترانسميشن، لان ما بين النيرف والمصل في سينابس. فاول كاركتر كانت فوروردز دايركشن، ان الديزاين محطوط بحيث الكهرباء تمشي من الى هناك، كان من النيرف الى المصل مش ممكن العكس. يبقى هنا من البري الى البوست سينابتيك فورورد دايركشن، هي هي. تاني حاجه سينابتيك ديلي، كنا قلنا ان الاحداث عشان يطلع الكيميكال ترانسميتر ويمسك من البري ويمسك في البوست ويغير البوتنشال ويحصل سميشن ويدي اكشن بوتنشال، الاحداث ده في الكلام خدت وقت، يبقى في الفعل هتاخد وقت، بس عند ربنا مش وقت اطول، وقت احنا قلنا في نص ساعه، لكن عند ربنا تاخد نص مش سكند، ملي سكند، 0.5 اوف ملي سكند. شوف الروعه، عند ربنا الزمن مختلف ازاي، نص ملي سكند. طيب قلت في نوع في الام اس كيو بيغلطك مش في الرقم، في اللي حواليه، فيجيبها لك نص سكند، يعني يشيل الميم دي الام تبقى غلط، هي مش نص سكند، نص ملي سكند، او يشيل لك الاو دي فيقول لك 5 ملي سكند. لا، لازم دقق في الرقم، مش هو رقم 5 ما بيغيروش، بيغير اللي حواليه، لازم يبقى 0.5 ملي سكند، نوت 5 ملي سكند، نوت 0.5 سكند. اظن قلتها بكل الطرق. في سؤال ام اس كيو داخل السؤال يقول لك سنترال ديلي، الامبلس اللي بيدخل السي ان اس وبعدين بيطلع، اتعطل جوه السنترال نيرفس سيستم، ده يسموه سنترال ديلي. سؤال حتى شافوي، يعتمد على ايه؟ على نمبر اوف سينابسز، على عدد السينابس. يعني لو مريت في سينابس تبقى نص ملي سكند، في اثنين يبقى واحد، في ثلاثه يبقى واحد ونص ملي سكند. طب ممكن يجيبها لنا سؤال ام اس كيو يديك السنترال ديلي ويقول لك اعرف لي النمبر اوف سينابس، اقسم السنترال ديلي على نص، لو السنترال ديلي 2 ملي سكند على نص تبقى عدد السينابس 4. بقولها بلغه الفلوس عشان تفهموها اكتر. لو السنترال ديلي 5 ملي سكند، 5 على 0.5 تبقى 10 سينابس، وبلغه الفلوس 5 جنيه تفكها كام؟ نص جنيه. في الفلوس انت شاطر، الخمسه عشان ما يضحكش عليك لان انت مش قابله لازم يديك 10 تنصاص. عما يبقى شفت ازاي؟ سهلة. فأي واحد يقول لي ما اتلخبطت، لخبطت في ايه؟ في سؤال أصعب. في الام اس كيو، قول لي مش يعني يديك السنترال ليه وما يقولكش قول لي النمبر اوف سينابس، يقول لك قول لي النمبر اوف انتر نيورونز. طب ما أنا قلت لكم لما بيلتقي الأفرن مباشرة بالإيفرنت. يلتقي الأفرن مباشرة بالإيفرنت، بيبقى فيه كام سينابس يا أولاد؟ واحدة اهي.
لكن لو في انتر نيرون هنا ما بينهم يبقى هنا سينابس وهنا سينابس، يبقى لو في 1 انتر نيرون 1 انتر نيرون اصبح عدد السينابسز 2، يبقى تملي عدد الانتر نيرونز يقل عن السينابسز 1. يعني لو قال لك ما انا مش عاوز اعرف سينابس، عاوز اعرف عدد الانتر نيرونز، احسب الاول عدد السينابسز ماينس 1 يبقى هو ده الانتر نيرون، لان لما بيبقى ما فيش خالص انتر نيرون بيبقى الافرنت التقى بالافرنت يبقى هون سينابس، لو في 1 انتر نيرون بقى هنا سينابس وهنا سينابس يبقى 2 سينابس، يبقى الانتر نيرون 1 2 سينابس، يبقى انتر نيرون يقل عن سينابسس 1. يبقى ده ازاي تحل المساله دي. ثالث حاجه يا شباب اللي هو الفتيك. الفتيك قلت لما تدي للسي ان اس رابيد ريبيتد ستيمولاي بعد شويه تلاقي ان الاستيمولاي ما بتعديش، ما فيش كهرباء تعدي، هو ده الفتيك. يبقى بيحصل مع الرابيد ريبيتد ستيمولاي. وقلت قبل كده هل هو ظاهره حسنه ولا سيئه في السي ان اس؟ قلت ظاهره حسنه. ليه؟ قلناها يا شباب لانه بيمنع اوفر اكسايتيشن اوف سنترال نيرفس سيستم. تخيل عندي صرع، يبقى عندي بؤره صداعيه صراعيه في المخ epileptic focus بتطلع rapid repeated stimuli فيحصل تشنج في عضلاتي مش قادر اتنفس مش قادر. ما تخافش ال- 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 النوبه هتابورت itself لان بعد شويه هيخلص chemical transmitters وهيوقف الترانسميشن، بالتالي ادام مفيش chemical transmitter يبقى مفيش transmission فيحصل ريلاكسيشن. يبقى ما هي وظيفة الفتيج؟ الفتيج ظاهرة حسنة مش ظاهرة سيئة، بيمنع اوفر اكسايتيشن اوف سي ان اس. طب ايه سببه؟ كنا قلنا السنة اللي فاتت ان بيخلص كيميكال ترانسميتر، وما زال هو السبب الأهم ان البري بيخلص كيميكال ترانسميتر. السنة دي بنزود حاجة بقى عن اللي خدته في سنة أولى في السنة الماضية، الدوك قال لك انه بيخلص كيميكال ترانسميتر، هنزود البوست الريسبتور أصبح inactive من كتر ما زاد الكيميكال ترانسميتر ما بقاش حساس ليه. واقولها لك بطريقه لطيفه ليه، في سببين. هو الاكشن بيعتمد على الكيميكال ترانسميتر لوحده، كان سؤال ام اس كيو، ولا على الريسبتور لوحده؟ قلناها في في المحاضره الماضيه في الاندوكراين انه الاثنين مع بعض، ده inactive وده inactive، الكومبلكس هو اللي اكتف. فايه اللي وقف الاكتيفيتي؟ يا ده يا ده، يا خلص الكيميكال ترانسميتر من البري يا اما الريسبتور اللي في البوست اصبح inactive. يبقى الثلاثه كاركترز دول خدناهم السنه الماضيه، خدتهم في المحاضرات السنه الماضيه، ادوها لك الزملاء الافاضل مع النيرف. مين الجديده بقى اللي هنرجئها للمحاضره القادمه اللي هي السينابتيك بلاستيستي. سينابتيك بلاستيستي الجديده هو ايه؟ ميست البلاستيك يا شباب انه كان بيتشينج، اهو افتكرها عملتها قصادك، لان الطالب ساعات بيقول انا فاكر انت عملتها لنا ازاي. يبقى ات ذا ابيليتي تو تشينج السينابتيك ترانسميشن، نغير السينابتيك ترانسميشن نخليه اقوى او اضعف، ده راسيا، اطول او اقصر ده افقيا، يعني نغير الديوريشن او الامبليتيود. يبقى ايه اهم كلمه في كلمه سينابتيك بلاستيستي؟ افتكرها انا عملتها لك ازاي. بلاستيك اهي كان بي تشينج، كان بي ايه؟ تشينج، تخليه امبليتيود اقوى او اضعف، الديوريشن اطول او اقصر، مش اي حاجه. according to the demand، حسب احتياجك، دي النقطه الثانيه، يعني بتغيرها حسب الاحتياج. وديبندنج على ايه النقطه الثالثه؟ على past experience، على خبره سابقه. يعني فجاه انا عايش في مكان فيه ضوضاء جامده، الديماندز ان انا عشان اذاكر مش عاوز ضوضاء، والباست اكسبيرينس الاصوات دي ملهاش قيمه، فتلاقي فجاه بذاكر كويس قوي وكان مفيش حاجه حواليا. لما يجي لي زائر يقول لي ازاي عايشين في الزيطه دي في الضوضاء دي، اقول له يا اخي انا مش سامع حاجه خالص، كان مفيش حاجه، خلاص تعودت عليها، السينابس غيرت نفسها لتتعود مع الضوضاء. ايه الروعه دي؟ ايه العظمه دي؟ فعلا وراء الخلق خالق. يبقى ما هي ظاهرة السينابتيك بلاستيستي اللي فيها أربع حاجات؟ لأن هناخد حسب الديوريشن يا لونج يا شورت، وحسب الأمبليتيود كل واحدة هتنقسم لاثنين، يا بوتنشيشن يا إما انهبيشن. عشان كده السينابتيك بلاستيستي هندرس أساسها أربعة، هم أكثر شوية أربعة بس أساسها أربعة، اللونج والشورت
والامبليتيود هيبقى بوتنشيشن او انهبيشن. يبقى ما هو السينابتيك بلاستيستي؟ ذا ابيليتي تو تشينج السينابتيك ترانسميشن اكوردنج تو ذا ديماندز. تاني نقطه depending on past experience. سؤال الكاركتر يا شباب. ننتقل للسؤال الاخير هو الفاكتورز افكتنج سينابتيك ترانسميشن. ده كامل هنا. خدوا بالك سؤال الكاركترز ما كملناهوش لسه. سينابتيك بلاستيستي دي تشرحها كامله. حتى لو ما كنتش عارفها اكتب الاربعه دول هتاخد، لو النمره من اربعه هتاخد 3.5 لانك قلت اخر واحده الديفينيشن بتاعها. انما هنقولهم ولها رسومات بس ارسمها جميله قوي قوي واوريها لكم المحاضره القادمه باذن الله في نفس هذا اليوم، لان الاربع القادم باذن الله هيبقى عندنا اندوكراين. محاضره قيمه جدا على الميكانيزم اوف اكشن اوف هرمونز. عاوزين نفهمها صح مش غلط، لان معظم الفهم مغلوط من كثير من الناس. هنا بنفهم صح زي ما قلت، هنا وهنا فقط تصنع الاوائل. ناس فاهمه تماما. فاكتورز افكتنج سينابتيك ترانسميشن، برضو المنتال سيت، مش هنبتدي يقول واحد وانت مش فاهمهم كام. ثلاثة، الكومبوزيشن بتاع الاكسترا سيلر فلويد اهو اللي مشاور عليه بالليزر، الدراجز، الديزيز. ده اسمه منتال سيت. اكسيتاتوري اكسترا سيلر فلويد، اكسترا سيلر فلويد. نمرة واحد عشان اسهلها لك هتطلق فيها اربعة بحرف الاتش: هيدروجين اين، هايبوكسيا نقص الاوكسجين، هايبوغلايسيميا نقص السكر في الدم، هايبوكالسيميا. أربعة بحرف الاتش. ابتدي بالهيدروجين اين. هل الهيدروجين اين بي اتش بتاع الاكسترا سيلر فلويد بيغير سينابتيك ترانسميشن؟ طبعا. الاسيدوزيس بتنهيبت سينابتيك ترانسميشن. لو نزل البي اتش يعني حصل اسيدوزيس من 7.4 اللي هو النورمال الى 7 يقف تماما السينابتيك ترانسميشن، يحصل لك كوما. لو ارتفع من 7.4 ل 7.8 يعني عندك رينج بس 4، يحصل لك سيفير اكسيتيشن في السينابتيك ترانسميشن وكونفالشنز. يبقى الاسيدوزيس بتقلل كوما والالكالوزيس تزود. ولاني هنا مش جاي اقرا معاكم، وي هاف تو ثينك، وانتوا فاهمين الفكره انه وراء الخلق خالق. دلوقتي لو انا عندي اسيدوزيس، فكر فيها، عندي احماض كتيره في جسمي، يبقى المصلحه ان الجسم ينتج احماض اكثر ولا احماض اقل؟ جاوب انت. انت عندك احماض كتير، ينتج اقل طبعا. طب مين اكبر منتج، اكبر منتج احماض في الجسم؟ سكيتال ماسلز. 40% من جسمك سكيتال ماسل، لما بتتحرك بتطلع لاكتيك اسيد. يبقى لو حصل لي اسيدوزيس انا عاوز انقص احماض، فيقف السينابتيك ترانسميشن، يقف السينابتيك، والانسان في الاخر يدخل في كوما غيبوبه، اي يرقد بلا حراك، فيش ولا عضله بتتحرك فيه، فانتاج اللاكتيك اسيد يقل جدا. سبحان الله. يعني زي ما بقولها، اعراض المرض تفيد في شفائه. ليه ربنا خلى الاسيدوزيس تدخلك في كوما؟ عشان لما تبقى في كوما هترقد بلا حراك، مفيش عضله تتحرك، مش هتنتج لاكتيك اسيد، فيساعد في علاج الحاله. اعراض المرض تفيد في شفائه. الله يداوي والطبيب ياخذ الاجر. ربنا اللي بيداوي مش احنا يا اولاد، احنا بناخد بس الاجر لما بنعالج العيانين، لكن هو اللي بيداوي. واظن انت ممكن تستنتج الثانيه، الالكالوزيس. لو انا عندي الكالوزيس يعني القلويات كتيرة، المصلحة تقتضي ايه؟ ان اطلع اسيدز تعادلها. يبقى في الحالة دي المصل تتحرك اكتر ولا اقل؟ تتحرك اكتر، لدرجة عند 7.8 يحصل لي كونفالشنز، تشنجات، يطلع كمية رهيبة من اللاكتيك اسيد تعادل الكالوز. اعراض المرض تفيد في شفائه. الله يداوي والطبيب ياخذ الاجر. ودي تخليك تبقى فاهم ان عيب قوي قوي انك انت من غير ما يبقى عندك بي اتش ميتر من منظر العيان تقدر تعرف هل ده عنده اسيدوزيس ولا الكالوزيس. العيان اللي هو كوماتوز ده عنده اسيدوزيس، العيان المتهيج عنده الكالوزيس. طب نقطه جميله، ابلكيشن جميله في الكلينيكا. لو عيان اوريدي بيجي له نوبات من الصرع، ابيليبسي،
اللي هي العضلات بتدخل في تشنجات. مين اللي هيزود التشنجات؟ الالكالوزيس بيزود التشنجات. يبقى العيان ده is advised not to ان يحصل له الكالوزيس، يبقى not to hyperventilate، ما يتعرضش لاي ستريس بحيث يحصل له hyperventilation يوش CO2 يفقد كربونيك اسيد فيحصل له هو الكالوزيس فيجي له نوبة الصرع. يبقى اي عيان عنده صرع خايف منين؟ يجي له تشنج. مين اللي بيزود تشنج؟ الالكالوزيس. يبقى ما يعملش hyperventilation. أسئلة رائعة في الام اس كيو تبقى فاهمها. تاني حاجة يا شباب، عدنا مرة أخرى للبث. الهيبوكسيا دي مش عاوز أشرح، ما هو في خلية تعيش بدون أكسجين. لو اتحرم البرين فور سكندز، أربع خمس ثواني من البلاد سبلاي تدخل في كوما. لو وقف البلاد سبلاي لفترة أطول بيحصل برين دامج. نسمع واحد وقف قلبه فترة طويلة في العملية وما قدروش يشغلوه بالسرعة الواجبة، باظ المخ، يبقى ده هايبوكسيا. نيجي هايبوغليسيميا، نقص جلوكوز. معلومة طريفة جدا، المصدر الوحيد، احنا فاضلنا دقائق يا أولاد، المصدر الوحيد للطاقة في البرين هو الجلوكوز. جلوكوز ده اتعلمها، هنقولها في محاضرات الميتابوليزم. It's the only source of energy for the brain. يبقى لو نقص الجلوكوز يبقى مش هيشتغل برين، ادخل في غيبوبه. هايبوغليسيميك كوما، هايبوغليسيميك كوما. عشان كده ربنا عمل سبحان الله حاجه رائعه جدا. استخدام الجلوكوز يحتاج الانسولين، يعني عشان تحرق جلوكوز تاخد طاقه محتاج انسولين. الا المخ هو الوحيد اللي يستطيع استخدام الجلوكوز وحرقه الحصول على الطاقة بدون إنسان. فهمتها ليه بقى؟ لأنه وراء الخلق خالق. عيان ما عندوش إنسان، عنده دايابيتس، كان في أول دقيقة مش عارف يستخدم الجلوكوز بالبرين كان دخل في غيبوبة. فربنا حط البرين وحاجات تانية كإكسبشن، كل واحدة فيها تدل على أنه وراء الخلق خالق. إن البرين عشان ما يتعرضش للهايبوغليسيميا ربنا خلاه يحرق الجلوكوز بدون انسولين. طبعا امال امتى يحصل لك هايبوغليسيميا؟ لو انا مثلا اديك مثال مشهور جدا، خدت جرعه زائده من انسولين، خدت انسولين وما اكلتش وراه، عندي دايابيتس، خدت انسولين من بره كحقنه، انسولين شوت وما اكلتش، دخلت في هايبوغليسيميا كوما، باظ البريد. اخطر من الهايبرجليسيميك، من غيبوبه السكر. تصور غيبوبه نقص السكر اكثر خطوره اللي احنا بنعملها من غيبوبة زيادة السكر اللي بسبب الأسيدوزيس هناك. نيجي هايبوكالسيميا، خدناها دي يا شباب. فاكرين قلنا ان مين اهم اين بيأثر في الاكسيتابيلتي في الجسم؟ الكالسيوم. وقلنا زي الارجوحة، لما الكالسيوم يقل الناحية التانية تعلى، الاكسيتابيلتي تزيد. وفهمنا ليه؟ لما الكالسيوم يزيد الاكسيتابيلتي تقل، ماشيين بالعكس. ليه ناقص الكالسيوم يزود الاكسيتابيلتي اللي هو المثال اللي قصادنا؟ لانك لما بتشيل الكالسيوم، الكالسيوم ده هو البادي جاردز على الفولتج جيتد صوديوم شانل. يبقى اذا لو شلت الكالسيوم يبقى دخول الصوديوم ميسور اكتر. وعارف ليه الكالسيوم هو اللي بيمنع الصوديوم؟ فكر فيه. الصوديوم نوع تشارجز يا اولاد بوزيتيف، والكالسيوم بوزيتيف، فبيعمل ريبالشن للصوديوم. شيل الكالسيوم دخل الصوديوم بسهوله، حصل ديبولاريزيشن، حصل اكسيتيشن. عشان كده بالعكس هنا الهايبوغليسيميا تزود الاكسيتابيلتي. انتقل النقطه الثانيه بقى، الثلاثه بتوع الاربعه بتوع الاكسوسير فلويد كلهم بحرف الاتش، اظن طريقه رائعه في الحفظ يا اولاد. هيدروجين اين، هايبوكسيا، هايبوغليسيميا اند هايبوكالسيميا. بقى اول واحده هيدروجين، والثلاثه التانيين حتى كلهم فيهم كلمه هايبو، هايبوكسيا، هايبوغليسيميا، هايبوكالسيميا. نيجي للدراجز، مش ضروري تقولهم كلهم لو انت عندك سؤال نظري، انت لو ام اس كيو لازم تعرفهم كلهم. انا عاوز اخد حاجه دلوقتي اقرا الكلام ده وانبسطت منه، عاوز اقول لهم اعملوا لي ايه في البيت؟ فنجان قهوه كافيين او ثيوبرومين، ده الماده اللي موجوده في الشاي، خلوني كده ابقى اكثر تنبها، يزود الترانسميشن. طب المثال الثاني، انالجيزيك او انيثيتيك. أنالجيزيك كلمة من شقين، أن يعني لا، الجيزيا يعني ألم، فأنالجيزيك يعني مضادات الألم، وأنالثيزيا مكتوبة خطأ يا شباب.
ناقصة ناقصة اس. الثيزيا اي اس تي اتش بصلحوها معلش قلت لكم الورق كتبته في عجاله شويه يعني احساس. ما لا يعلمه كثير من الاطباء ان الثيزيا يعني احساس, ومن هنا جاءت كلمه قلت لكم وعدتكم اعلمكم ترمينولوجي انستيزيا. انستيزيا يعني لا احساس 100% بقى. يبقى الانالجيزيا بتضيع احساس الالم بس, انالجيزيا لا الم, انما انستيزيا يعني لا احساس جميع الاحساس 100% بينقصوا السينابتيك ترانسميشن. طب نيجي ده مهم جدا في الام اس كيو, ده مهم جدا جدا. استريكنين ده في شجر بناخد منه الاستريكنين ده, ده بيستخدموه استخدام لا قانوني في سباق الأحصنة في الهورس ريسينج. استريكنين في الهورس ريسينج بيستخدم. بيعمل ايه الاستريكنين ده؟ بيقلل انهيبيتوري كيميكال ترانسميتر, يعني خد بالك بيقلل انهيبيشن بيشيل انهيبيشن وبالتالي الترانسميشن يحصل له ايه؟ يزيد. فبيستخدموه في سباق الأحصنة. لكن لو ثبت الحصان بقى طبعا اللي بيفوز بيعملوا زي بالظبط الأولمبياد, الحصان اللي فاز ياخدوا عين البول, لو لقوا في البول مادة الاستريكنين يبقى لا ده فاز بسبب حاجة غير قانونية, بأن الحصان ده تم إعطاؤه مادة الاستريكنين. فالاستريكنين بيوقف الانهيبيشن فيزود الترانسميشن. ده MSQ مهم جدا. نيجي آخر حاجة الديزيزيس. عندي 2 ديزيزيس مهمين جدا والاثنين مميتين. التيتانس توكسايتس اللي هو عارف بناخد حقن تيتانس لما نتعور. الأول عاوز أقولك في فقر المعلومات العامة حاجة صغيرة وخفيفة, إن التيتانس يا شباب مش موجود غير في راث البهائم. يعني لو حضرتك اتعورت في البيت راث, فاهمين يعني براث, مفروض البيت مع الاعتذار مفهوش يعني مفيش داعي, مفيش غير حضرتك طبعا خلاص. فإذا ليه تاخد حقن التيتانس؟ يبقى انت تشوف المكان اللي تعورت فيه, هل احتمل في الشارع في حاجة مشي فيه بهائم في روث ممكن ابقى الجرح تلوث اخد الحقن. دي معلومة مهمة جدا. انما تعور في البيت ما خدش حقن التيتانس. اظن فهمتها ليه, لان البيت مع الاعتذار مفهوش بهائم, في ناس محترمة. بيعمل ايه التيتانس توكسويد ده؟ بيقلل الجابا. طب هي الجابا اللي هو انهيبيتري, فيحصل سباستيك باراليسيس يعني العضله تبقى مشلوله وفي حاله تشنج. حتى الارش الباك ظهرك بيبقى ارش الباك, يعني انت نايم في السرير اقدر احط ايدي تحت ظهرك لان ظهرك عامل قوس. المانديبل بتاعك قافل جدا يسموها حتى بيتر سمايل, يبقى زي ما تكون بتبتسم ابتسامة مرة, والعضلات تتشنج وتقف وتموت. دي حقن تيتانس. نيجي البوتوليزم توكسيك, ده مرتبط بحب المعلومات العامة بالكاند فود اللي هما الأكل اللي هو محطوط في علب محفوظة. لو حصل تلوث بالبوتوليزم بالبوتوليزم توكسين ده بينقص الأستايكولين. الاستيركولين ده بيعمل ايه؟ بيشغل عضلات, فيحصل برضه باراليسيس, بس باراليسيس العضلات تبقى طريه فلاسيد باراليسيس. يبقى شايف الفرق؟ يبقى في التيتانس توكسويد العضلات بتبقى مشلوله ولكن متشنجه سباستيك, هنا مشلوله لان مفيش الاستيركولين اللي بيشغلها بس فلاسيد طريه. هنا الانسان تم استخدام البوتوليزم ده استخدام حسن جدا. عارف الستات اللي بتعمل بوتوكس في وشها يعني عشان تبان اكثر شبابا وشها اكثر نضاره, عاوزه تشل العضلات فتقل التجاعيد شويه في وشها, فبنديها جرعات صغيره جدا 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 محسوبه عشان ما تسالنيش, جرعات صغيره محسوبه تريلاكس بس عضلات الفيس, فيبدو وشها كده رايق واكثر نضاره واكثر شبابا. الثلاثه دول يا شباب اسئله مش مهمه في الورق اللي بتصور عندك على الصفحه. الاستكنين مكتوبه خطا بالكي هي سي اتش, متصلحه هنا باخد بالك منها. تعالوا نقولهم تاني. يبقى دلوقتي الفاكتورز افكتنج سؤال نظري مهم, الكاركتر نظري مهم, البري سينابتيك مهم, ده الثالث, البوست سينابتيك واخدهم من الاخر مهم, اهم سؤال ميكانيزم السينابتيك ترانسميشن. يعني خدنا 5 اسئله في هذه المحاضره. في الفاكتورز افكتنج هتكتب الكومبوزيشن بتاع الاكسترا فلويد, وقلت لك بطريقه سهله 4 اتش الهيدروجين و3 بحرف الاتش فيهم كلمه هايبو, هايبوكسيا هايبوغلايسيميا وهايبوكالسيميا. الدراجز
خدنا على الاقل لو بتكتب نظري اكتب دول الكافيين والثيوبرومين بيزودوا، انما الان الجيزك يعني لا الم، انستيتيك لا احساس، بيقللوا ريليس اوف كيميكال ترانسميتر، الاستكنين بيقلل انهبيشن بتاع الاحصنه فيزود الترانسميشن. نيجي الديزيزز دول مهمين جدا في الام اس كيو، لان الاثنين توكسينز دول مميتين، التيتانس توكسينز في فقر المعدات العامه في روث البهائم، البوتوليزم في الحاجات زي الكان فود، وبداوا تحصل كمان شم نسيم الحاجات المملحه بقى ومخزنه في براميل. الفرق ده بيوقف الجابا الانهبيتوري فيحصل باراليسيس، بس نوع الباراليسيس ايه؟ مشلوله بس ناشفه سباستيك. انما البوتوليزم فلاسيد باراليسيس، مشلوله بس لان مفيش استالكين يحركها. استغليناها بحاجه حلوه في ان احنا نستخدمها في الستات عشان نزود نظره الفيس. في الاخير تقريبا اهو ساعه ونصف بالظبط اكشلي البث. اشكركم على حسن انصاتكم وحسن استماعكم وعلى وقتكم، واتمنى تكونوا استفدتوا. واعدكم مره اخرى، قلت فيما يعني خلق قضاء الله فيما يخص العبد الله، اذا ما حصلش حاجه يعني باذن الله تتمنع، فيعني حاجه لا يعني باذن الله هكمل عادي خالص، هكمل لكم الكورس المجاني ده اللي ارجو ان معظم الناس تفاد منه، وايفن يمكن نعمل مراجعه مالتيبل تشويس. وقلنا من الشهر القادم باذن الله هنعمل ثلاثه، هندخل بسبيشال سنس مع الناس اللي هو هياخدوا اندوكراين وسي ان اس وسبيشال سنسز باذن الله. المحاضره القادمه يوم الاربعاء في نفس المواعيد هتبقى محاضره قيمه جدا في الاندوكراين. ولم يبقى الا الدعاء والتوفيق، وفقكم الله. Good luck يا شباب.